زغرت ان شاء الله لحولها غادي تكون بلديه غاليه بالنظر للاستثمارات اللي راها مسجله واللي راها غادي تسجل في هذه المنطقه. كذلك نذكر بالتجربه نتاعنا القطاع دارها مع مؤسسه اوراسكوم. النهار اللي جات في 2008 اوراسكوم كان مشكل كيفاش الانطلاقه واليد العامله وكذا. بالتنسيق مع مفتش اليد العامله اللي نشكرها، لماذا نشكرها؟ لان كان في اطماع هذه المؤسسه، كانت في اطماع باش تستورد اليد العامله، ولكن الدوله تاعنا دائما تركز ان اليد العامله المحليه من ابناء المنطقه. وبالشراكه مع هذه المؤسسه كان يشرف عليها مسؤول مشروع فرنسي انذاك.